تضيق بهم منازلهم، فيخرجون إلى الشوارع باحثين عن حل لمشكلة الكهرباء التي لم تعد تأتي إلا لأربعين دقيقة، حد قول بعض سكان أحياء مدينة عدن التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 32 درجة. الأربعين دقيقة أو النص ساعة أو الساعة اللي نصوها يشلوها لهم. تتعداها الأجواء الحارة في الحديدة والتي تصل إلى 37 درجة، ومع ارتفاع كل درجة حرارة واحدة في المدينتين يفقد الأهالي الأمل في عودة التيار الكهربائي، خاصة في ظل أحاديث عن خلافات مالية حول أسعار المشتقات المشغلة للمحطات وإحجام الموردين عن تقديم هذه السلعة، إلى الحد الذي جعل وصول إحدى ناقلات المشتقات إلى مدينة عدن مدعاة لخروج الأهالي ليلا واستقبالها وسط الزغاريد، لكنه فرح مؤقت فسرعان ما تنفذ هذه الكمية خلال ساعات في ظل تزايد الطلب على الكهرباء أثناء فصل الصيف، وهو فصل لن تنساه المدينتان، فقد صادف وجوده مع ميليشيا وفرت كل السبل لنشر الظلام وأطفأت الكثير من ملامح الحياة وجوانبها.